الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة محظورة، والبديل وكلا منها رغدا حيث شئتما. الحياة ما تمشي بمنطق لا، وإنما تمشي بمنطق لا وبمنطق نعم. هنالك حديث لطيف يقول: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال. أكو منطقة محظورة، ولكن في قبالها أكو مناطق غير محظورة. إحنا لا نكتفي أن نقول للمجتمع لا، منطق لا لا ينفع، أو قليل الجدوى، ما هو البديل؟ يجب أن نحاول أن نصنع البديل.